السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غانم. ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس البنات. الوصفه تاع نهار اليوم بصراحه كنت نخمم واش ندير عشويه للقهوه تاع عشيه، واذا ذاك شويه البرود قلت علاش ما نديرش مسمن طاجين. حنا هنا في الغرب يقول له الملوي، وكاين اللي يقول له المدلوك، وكاين اللي يقول لهم سمن الطاجين. ولكن هذه الطريقه اللي غنديرها اليوم شابه بزاف. كي نقول لكم شابه بزاف يعني شابه بمعنى الكلمه. هذه الطريقه غادي نديرها بالفرينه ماشي بالسميد، ولكن كي تاكلوها تحسبوها بالسميد. ولكن هذه الطريقه بالفرينه تجي خفيفه بزاف وحشيشه وبنينه وسهله التحضير. بالنسبه للمقادير واش عندنا هنايا، هنا عندنا 500 غرام تاع فرينه. هنا اللي تبغي تضاعف المقادير تضاعف، واللي تبغي دير كميه قليله دير كميه قليله. هنا عندي 500 غرام تاع فرينه، عندي هنا ملعقه تاع اكل ماشي معمره ولا ملعقه تاع قهوه تكون شويه ماشي كيما هذه شويه كبيره، خميره الخبز مع ملعقه كبيره تاع السكر. راني مخلطتهم هنا مع بعض كما راكم تشوفوا، نفرغهم فوق الفرينه، خلطوهم بهذه الطريقه. وعندي كميه من الملح، الملح هنايا على حسب الذوق تاعكم، حوالي ملعقه صغيره تاع ملح باش ما يجيناش الملوي تاعنا صامت يجي بنين. ونلموها بالمدافي. هنا ما كاينش اللي تعرف ما تعرفش الطريقه تاع المدلوك ولا المسمن كيفاش يلموه. هنا الطريقه سهله، نكبوا الماء بالعقل هكا. يعني صراحه هذه الطريقه شابه بزاف، وعندها واحد الوصفه سحريه تاع لافارس تاعها باش تجي هشيشه وبنينه باش نحسبوها بلي راها مصنوعه بالسميد. دوك نوريكم هنا الطريقه اللي غادي نديروها، السر نتاع نجاح هذا الملوي. دوك نوريكم كيفاش نلموا العجينه، نكبوا الماء غير بالعقل. كيما نعرفوا الفرينه سهله في الخدمه تاعها ماشي كيما السميد. هكا واش نديروا هنايا، نحكموا العجين تاعنا نفرغو في لو بلون دو طرافاي باش ما نغبنوش. انا باش نوريكم الطريقه، هكا نبداو نعجنو فيها هنا في لو بلون. طريقة العجن سهله كما كتشوفوا، هنا اذا شتوها تلصق لكم شويه في اليد سيحفوها غير بالعقل حتى تنشف شويه. كما نعرفوا الفرينه توجور تجي سهله في العجن، هنا غير بالعقل. هنا من الاحسن تكون النوعيه تاع الفرينه من النوعيه جيده اللي نخدموا بها الحلويات، تكون سيم ولا سفينه ولا نعجنوها مدة 10 دقائق ولا حتى ترطب لنا العجينة تولي رطبة. هنا ما نقطعوش العجينة في الدلك غير بالكف تاع اليدين، نبداو نعجنو فيها غير بالعقل حتى ترطب لنا العجينة وتماسك مع بعضها البر. هذه الطريقة كما تشوفوا. كما تشوفوا البنات العجينه تاعي هنا راهي واجده. بعد ما عجنتها مليح ترطبت العجينه، شوفوا الشكل تاعها كيولي شبيه. ها هي واش نديروا هنا، نحكموا بلاطو ندهنوا بشويه تاع الزيت. هذه الطريقة ندهنوا يدينا بالزيت، ونبداو نديرو دي بول. هنا لي بول نديرهم شوية صغار، أنا منحبش نديرهم كبار باسكو فيها الخميرة باش تجينا الحبة صغيرة وظريفة. هذه الطريقة ندهنوها بالزيت نحطوها في البلا. لازم ديروهم حبه قد اختها،
هاي الطريقه. تنسوش انا غادي نزيدو نورقوهم. حنا نواصلو العمليه تنكملو كاع لي بول تاعنا. هنا بعد ما درت لي بول كما راكم تشوفوا درت لهم الزيت من الفوق باش ما ينشفوليش، نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم حوالي 20 مينوت حتى ربع ساعه حتى النص ساعه عفوا حتى يشوفهم شويه تفخوا شويه. انا البنات هنا غادي نخليهم يربوزوا شويه ونعاود نتلاقاو باش نوريكم الطريقه تاع العقده اللي نديروها في وسط المسمن ونوريكم الطريقه كيفاش تخدموا المسمن. هنا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما مرت نص ساعه شوفوا هنا كيفاش ارتخفوا وريحوا. واش عندنا هنايا نخرو هاد العجين دو كوتي. هنا عندي خليط من بين الزبده والزيت، هنا درت نص كاس تاع زيت، كاس تاع ليمونات، نص كاس تاع زيت مع نص كاس تاع زبده دايبه. هنا عندي هنا نديرو 5 مغارف تاع سميد رطب ولا مويا، انا ما عنديش الرطب عندي مويا درت هذا، نديرو 4 ولا 5. عندي هنايا حوالي ملعقه تاع قهوه تاع لاليفيور، نخلطو مليح هذا الخليط. هذا هو الخليط اللي خلينا المسمن تاعنا يبان مصنوع بالسميد، وهو اللي يخليه هشيش ويخليه خفيف. هذا هو سر النجاح نتاع المسمن. ان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفه تاعنا نهار اليوم وتجربوها تنجحوا فيها باذن الله، لانه هذه الوصفه رائعه جربتها اكثر من مره ونجحت لي وعجبت بزاف ناس. لهذا الشيء انا قررت اليوم باش نديرها لكم، ان شاء الله تعلموها وديروها. كما كنتو تشوفوا الخليط تاعي شوفوا كيفاش يولي. هنا اللي ما عندهاش سميد مويا هي من الاحسن ديري سميد الرطب كاع الرطب، وانا ما عنديش درت مويا ومالف نخدم بيه عادي يجي شباب كيما الرطب. هكا وخرج دوكوتي. واش نديرو؟ هنا عندي كمية من الزيت نحكمو حبة تاع السمن تاعنا كيما كتشوفو، نديرو الزيت فوقها بهذه الطريقة، نقرصوها عادي كيما موالف نخدمو السمن تاعنا، ما فيها حتى إشكال ولا حتى حاجة صعيبة بهذه الطريقة. نورقوها وها في لي كوتي كيما راكم تشوفوا، هنا في الحواشي مليح نورقوها باش تجينا شابه. هذه الطريقه نحكموا هذاك الخليط تاعنا اللي خدمناه مع بعض، نديروا حوالي ملعقه في الوسط نمشوها بيدينا بهذه الطريقه، نتني الحبه تاعي هنايا في الوسط، نزيد ندير شويه تاع الخليط، نعاود نتني الجهه الثانيه، نزيد ندير شويه تاع الخليط غير بيدينا، نزيد نتني هنا الثالثه بهذه الطريقه، ونزيد نعاود ندير الخليط ونغلق الحبه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا البنات كيما خدمنا الحبه وخرها نحطها هنايا في لو بلون دو طرافاي تاعي ترتاح حتى نكملو كامل العجين تاعنا. نزيدو حبه واحده اخرى مع بعض، ندير لها شويه تاع الزيت البنات. هنا كي نكملوا كامل المسمن تاعنا هاد لي بول نخلوهم يرتاحوا حتى نكملوا، ما نبداوش نطيبوهم حتى نكملوهم كاع. ومن بعد كي نكملوا كاع الخليط تاعنا الحبات تاعنا نعاودوا نرجعوا الحبه الاولى اللي درناها مع بعض، نكرصوها نربوها مليح ونديروها طيب هذه الطريقه. كل ما نتنوى طبقه نديروا الخليط تاعنا هذا باش تجي ما بين بين الطبقه وطبقه تجي هشيشه. هذاك هو السر نتاع المسمن. هكا نزيدو نديروا التاليه. كما كتشوفوا هنا الحبه راها صغيره ولكن كي خلوها تريح ونعاودو نقرصوها تولي حبه كبيره. البنات انا هنا غادي نكمل كامل الحبات تاعي ونتلاقاو بعد باش نوريكم الطريقه نتاع الطهي نتاعها. كما كنتو تشوفوا البنات هنا بعد ما كملت كاع الحبات تاعي كامل كما راكم تشوفوا خليتهم يريحوا، نبداو من الحبه الاولى اللي درناها مع بعض هذه الاولى. انا سمحوا لي البنات هنا اللي نخدم بيد ونكاميري بيد. شوفوا البنات هنايا نبداو نقرصوا في الحبه تاعنا كما راكم تشوفوا، شفتوا في الاطراف
علاش قلت لكم هنا نهار الاول الدرب الاول تكون حبه صغيره، ومن بعد الحبه تاعنا تكبر باسكو فيها لا ليفي والفاينه. ما تنسوش باللي لازم نقرصوه باش ما تجيناش خشينه، تجي خفيفه وبنينه. انا هنا اللي دايره الطاجين تاعي هنا يسخن، ونقصت له الغاز، دهنته بشويه تاع زيت باش ما تلصقناش الحبه وتجي بنينه على هذه الطريقه. البنات كيما راكم تشوفوا الحبه هنا تاعي راهي واجده، قرصتها وريتكم كيفاش تقرصوها. انا هنا غادي نطيبها معاكم، سمحوا لي هنا غادي نربد الحبه باسكو ما نقدرش نربد الحبه بيد واحده. هنا غادي نربدها نديرها في الطاجين ونوريكم الطريقه تاع الطهي تاعها. شوفوا البنات الحبه هنا قداش كبيره ما شاء الله بالطريقه. كما راكم تشوفوا البنات هنا درت الحبه تاعي في الطاجين، بعد ما سخنته نقصت له الغاز هنا بتي فو، درت له شويه تاع الزيت ودرت الحبه تاعي هنا تطيب. شوفوا هنا كيفاش راهي تنتفخ الحبه، ان شاء الله يا ربي تكونوا تشوفوا فيها مليح. هنا نقص الغاز خلوها تنتفخ مليح في غرضها، على قلت لكم يجي هشيش بهذه الطريقه. الحبه تاعي نقلبوها كما تشوفوا بالطريقه، نخلو الحبه تاعنا تطيب هنايا في غرضها. البنات انا هنا غادي نطيب المسمن تاعي حتى نكمله، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي تاعها في صحن التقديم. كما راكم تشوفوا البنات الملوي تاعي او المدلوك ولا مسمن الطاجين راه واجد في صحن التقديم. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طيبت كاع الحبات تاعي، شوفوا الشكل النهائي تاعها كيفاش جا ما شاء الله، شوفوا كيفاش جا خفيف، شوفوا هنا كيف راه طري وهشيش. ان شاء الله يا ربي تجربوه وتنجحوا فيه ويعجبكم، وانا متاكده باللي يعجبكم. هنا شوفوا الحبه كيفاش جات في الوسط، هنا جات خاويه ما شاء الله. شوفوا هنايا هنا نفتح لكم حبه باش تشوفوها مليح كما تشوفوا، شوف كيفاش جا خفيف، جا مدربل كيما نقولوا حنا. هنا في الوسط شوفوا كيفاش جا، ما جاش معجن ولا تحسبوا مخدوم بالسميد. شوفوا ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها. دوك ما بقى لي نقول لكم البنات اللي عجبتها الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم لا فيديو، تضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.